ولكن كتب سكريبت على ريفيو التراك تاع بوز زاندا حتى كيستمن الدولي براون بدي ستراك كيجيو فيه بوز اللي كان كلاشا فات ستار يا باندا جامده جامده دريت تقادك حبسه دولي من داك الشي غنعطيك الماندا. واخا انا كنكتب ومتوقع بلي شي واحد من هذوك اللي كلاشاهم غادي يجاوبوا دولي كان متوقعات ديالي انه دار استوديو في الدار غير على قبل بحال هاد البلانات. وهاد الهضره كنت قلتها لكم في القصه ديال الدولي براون اللي كاينه في لاشين يعني خلي لكم ليان ديالها ديسكريبسيون. نبداو الريفيو تاعنا على التراك اللي سماه فليلو بالنسبه للممثل جواد العالمي اللي كان باغي يعرف حرب النساء فيلم سوق النساء لمشارك البطوله مع سناء اكرود. فهاد القصه كان الدور تاع جواد العالمي هو يعرف حرب النساء وسمى راسو فليلو باش يدخل واحد السوق اللي بعيد عليه ويقحم راسو وسط البنات ويعرف كيفاش كيفكروا، ولكن في الاخر ضحكوا عليه وما عرف حتى شي حاجه. هاد القضيه بحال بيسمي بوز بانه خشى راسو في واحد السوق اللي بعيد عليه ومغالبح فيه حتى شي حاجه وفي الاخر يخرج خاسر منه. من بعد ما فهمنا العنوان شوفوا الارتور اللي صايبها ميرزو ارت، هي تخدمت بالزربه والشرح ديالها بسيط بزاف. كيبين الدولي بران رايح فوق جماجم ديال البشر بحال دوك الجماجم هما الضحايا تاعو، بحال الا باغي يقول لنا بان الباسي ديالو دوز فيه بزاف تاع لي بيف وهو اللي خرج رابح منه. كيف ما كيبان لنا الدولي بالكوبرا ولا حتى الناضيه كيف ما ديما، وكيف ما قال واحد السطر في واحد التراك ديالو تحسينا في الشهر وكوبرا في السيمانه. ندوزو نشرحو اشنو هو السطور. قلتو رياكشن البوسلو بوسلور كيبان ليا هز شي كريدي ديال شي طوموبيل شو اللي كيلوح هنا. الدخله كانت من نصيب الياس المالكي من واحد ستريم كان بيدير رياكشن لواحد التاك ديال بوس وكلاشاه بها، قال لي بنتك كدير الكلاش او الموسيقى بالعموم غير بسبب الفلوس وحتى حاجه ما كتناضل عليها، راه يعطوك الفلوس غتقلب وجهك زعما راه ديك الماند اللي بغيتي تعطيني راه انت كتقاتل عليها وبغيتي تشري طوموبيل بالكريدي. في سكوتش انت غود المورفو رابع ديال اللحم كيتخيل في راسو الدورسو. الجملة كلاسيك في الكلاش تاع بوز، اي واحد تبيفه معاه كيجبدها ليه بانه هو ولد المورفين. اصلا شغل الحقيقيه تاع بوز كانت من نصيب المورفين نهار تبيفه معاه والبيبليك كيعرف بوز من ديك الوقيته وديما عرف الراب. وهذا البيف كنت شرحته بالتفصيل في القصه تاع بوز يعني خلي لكم ليان ديالها في الديسكريبسيون. والكلاش الثاني كان فيزيكمو انه هو ضعيف وخي خرج عيني راه ما يقدرش يجبد الصداع تشكش فيها وفرصه دابا غتخلص كورصه ماشي البوكس اوفيس انا غنبقى وغنبوكسو فيك. حنا غادي نبقاو نعطيوك العصا وانت ما تقدر دير والو وغتخاف وتهرب وغتشد كورصه غير باش تسلك راسك. غنجيبها فيك جايه ماشي البار غنجيبها نيشان والا كلاشيتك ما غنزكلكش وكنعرف النيش وحتى من البار ما غاديش نجيبها فيها حيت كتبان ليا غير انت كتشرب غير الروج برم والخطابه غتجيك حاره كتشرب غير الروج اللي ساهل اما الى برم عليك طابه وسط شي جوان غتولي تكحب وطابه هي كتقصص مع الكيف باش تولي حلوه وتكمل في الشقوفه. الدور على اليسر نقول عليك بخشيسر في الراب مغربي شليكي عندي مونشيف ديال الاغتصاب. في الراب المغربي ديجا تعقب بشحال من واحد وهادي ماشي اول مره يكون عندي فيها مونتيف تاع الاغتصاب. بحال في مصر عندك الواد راه كيجر كنعطيك العصير ديال السوق عشيلي ماشي بريساب. انا هو واد النيل ملي كنجي حامي كندي معايا كلشي الاخضر واليابس وحتى دابا انا جيت باش نشطبك. كيفاش بناليك ما كنتيش بناني حتى حاجه ما كتخبك وشي عيناني بيناني. انا راه ماشي كاين يمين باش تعقني واش كيصحاب لك نيتي بناني وواحد الحاجه اخرى داكشي اللي بغيتي تقول عليا انا راه كنديرو عين بين وحتى حاجه ما كنخبيها. اكشم شي سطير انت اصلا ساكن في الجبيل تعرف الصفر تاع اش غتبين. انت راه من الاساس راك بعيد على الحضاره والموضه ولي برودوي ما كيوصلوك حتى كيدي موضه وعندنا وديك الكجامات راه ديجا دوزناها. راه الباب الجوال ما تبقاش تعاود اجي انت يهبط تقاود سولت نوطة معروفة هاد كلشي كيقولها في كازا اي واحد باغي ينزل من الطوبيس كيقولها يعني انت وصلتي هبط في حالك. شنو دابا هاد الجواب اي ماشي تقادة تقاش تعاود تقادة اي راه ماشي كيرابي بحال تقادة ولكن الا بغيتي تقولها كاع غير قادة وانا ما كنرابيش بحال تقادة. فادي لي ماندا انت ما عندك حتى فلوس ماندا طحتي في نمرة غالطة ديك الماندا اللي باغي دير ليا انت راه ما عندكش وباين عليك حازق حتى من المانطا ما عندك ملابس عندك يجيبو طانطا ديال 2023 لا درتي الغلط غنديرو في اس ديالك فانك خوا. الدولي في اغلب لي زانترفيو ديالو كيبين بانه كيلبس حوايج غالي وديما كيلبس تي ان بزاف الثمن اللي طالع وهادشي راه قلت لكم في القصه ديال الدولي بران يعني خلي لكم ليان ديالها في الديسكريبسيون دخلوا تفرجوا فيها غتعرفوا الدولي بران اكثر. في البيف معروف لك يجي عندي كيتشي ندير شحال طريف اي بيف دخلت ليه معروف بانا واعر فيه وكنكون هو الكينغ في لي كلاش راسي بحال شي طريف
يلا دوز غطريح. يلا غير سير ريح، انا دابا غنهضر ونسمع اش غتقول. مع غتجي غطريط براندولي على لاص معيط، انت غف السياره وغتخيط، لكن تي بوز عشي غندير لك بلو. كيف كتجي غتهرب، غنزرب عليك وما نخليكش فين تفكر او تجاوب او تهضر. الا كنتي واقف انا غنحرك وغنخدمك، جيتي عند صاحب دعوتك تبع لي ما غتشدني هومي ديال البلو. إلا دخلتي معايا في هاد لي بيف ما غنحبسوش، ديجا ريزرفوار عامره، غير وجد راسك الطريق طويله. شتي على حاله وليتي في هاد الكلب؟ شتي دابا كيفاش وليت من بعد هاد الكلاش؟ البيبلي غيضحك عليك ويتشفى فيك بالكلب. غنخربق ليك البشره، غنسهرك معايا بزاف وباش تجاوبني ما غتقدرش الناس، وغيولي تحت عينك زرقين حتى من اللون ديال البشره ديالك غيتبدل. اليوم غتطرى عليك الاخبار بلي كنتي ضحيه اغتصاب. فرانا حبوبه ما عندناش مع الراب ديالك شوبه، اي هادي وتشوبه كره معاك تجي معاك الطلوبه، موسيقى شك كمان طلوبه. انا بحال شي حبوبه ما غتعرفش منين غنخرج لك، وما عنديش مع الراب تاع الكتابه، راه كنعاود داكشي اللي كاين وداكشي اللي بين، راه اللي كنعيشو هو اللي كنقولو. موسيقى بوز او المورفين وبزاف لي رابر اللي كيكتبو مزيان، ما كتكونش موسيقى مطلوبه في لي فيستيفال او لي شوكيز، لانها ما فيهاش الفايب او الحماس باش بنادم يشطح عليها، من غير انه يسمع ليها ويعرف لي بارول مزيان. ما غتحط يديك ما غتحس بالضو، ضربنا التماره ما جيناش ودرنا الضو. كيف غتحط يديك غيضربك الضو، وهذا الكلاش هو الكاو. هذه الجمله كتبقى تعاود في لي غوفغان بزاف، هنا غيبان لينا سير الكلاش تاع الدولي. انا من وجهه نظر ديالي بلي كلاش تاع الدولي كان هابط بزاف صراحه مقارنه مع الدولي والموسيقى اللي كان كيحط قبل، لانه زرب وديك الزربه اللي زرب خرجت عليه. كل غير ما جاوبوش وغبر واحد 15 يوم او 10 ايام وحط كلاش على حقه وطريقه غيكون احسن. هذا البلان كان وقع لينا في اواخر 2018 كيف ما كان وقع دون بيك، تعاودت نفس القصه. دون بيك حط الكلاش جمع فيه كاع لي جينيراسيون جديده، ودوك اللي جاوبوا بالزربه جاوبوا ناقص، حتى شي واحد فيهم ما قنع البيبليك. ولكن عندنا واحد غبر بقى ساكت والبيبليك كلشي كينتظر اشنو غايقول، اللي هو ديزيدروس. عرف كيفاش يجاوب لمده شهر او زياده او اقل، ما عقلش بالضبط شحال، ولكن ها حط كلاش جاوبوا بجميع القوافي وبجميع الريمات وبجميع لي فلو حطهم ليه في داك الكلاش، وكلشي صفق ليه. وحتى من البيك اعترف بهادشي، يعني الا كلاشك شي واحد ما تدربش، ما تحاولش تركب على الموجه وتقول غنجاوبو في اقل من 24 ساعه، الدقه ديال الوقت الديمودات راه التاريخ اللي كيحكم. هذا الكلاش غيتكتب لك دابا على ظهرك بانك ما جاوبتيش مزيان بوز، وكون جاوبتيه مزيان بوز غيجاوبك ديك الساعه، وحتى هو قدر انه ما يجاوبكش مزيان والتاريخ غيحكم عليه بانه حط الكلاش الثاني ديالو ضعيف. يعني من الاحسن الا بغيتي تجاوب شي واحد حاول تغبر، ما تغبرش بزاف ولكن غير شويه، وحط شي كلاش اللي يكون ناضي اللي خايه كلشي يهضر عليه. الى هنا غنكون سالت الحلقه، تسناو الريفيو تاع بوز، السكريبت ديالها موجود، كلشي موجود، غير بعض الاوقات ما كنساليش. تهلاو ليا فراسكم الخوت. يما غادي مريسكي موسيقى اللي باقا جايبه بوكوراس لارس لارس، كل ليله متاستي زاد لا كوكاينه كانت اللي في لادريس لادريس لادريس.